ومن أراد أخذ العلم كله فاته كل العلم، ما حصل على شيء. لكن من أخذه شيئا فشيئا، مثل الطريق، الطريق أن تقطعه مراحل شيئا فشيئا حتى تصل البلد، كذلك تعلم العلم مراحل حتى تصل إلى الغاية التي تريدها. كل شيء له طريقة منهج، إن ضيعته لم تحصل على مقصودك منه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فاللي يجي للمبتدئين وصغار السن ويدرسهم في البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في جامع الترمذي أو بالمغني في الفقه، هذا ما هو رباني، هذا ما هو رباني، ما هذه طريقة التربية، طريقة التعليم ما هي بهكذا. خذهم شيئا فشيئا، مثل الطفل، الطفل أول ما هو تغذى باللبن لأن يعني ما يتحمل الطعام، ثم يعطى الطعام شيئا فشيئا، ثم يفطم عن اللبن ويعطى من الطعام شيئا فشيئا. كذلك طالب العلم المبتدئ مثل الطفل، لا تبهضه تجيب له طعام سهير ذبيحة وهو طفل توه مفطوم، تذبحه في الطريقة هذه، أعطه شيء فشيء، ملعقة ملعقتين. العلم كذلك، أعطه شوي شوي، أعطه في النحو شوي، أعطه في الفقه شوي، أعطه في العقيدة وعلم التوحيد شوي، أعطه في كل فن قليل قليل حتى يتدرج، وحتى تتكون معلوماته شيئا فشيئا.